رح نحكي عن تأسيس الجمعيات والأثر الضريبة على الجمعيات وأثر كمان الضريبة على القيمة المضافة على الـ NGOs. أكيد بتتأسس الجمعيات بموجب علم وخبر بيتقدم لوزارة الداخلية والبلديات. بعد تأسيسها بتنتخب مجلس للجمعية ورئيس أكيد، وكمان بتصير تصرح تصريح سنوي في البودجت أكيد ما يعرف بالموازنة، وكمان بيكون في قطع الحساب تتصرح ضمن شهر كانون الثاني من كل سنة لوزارة الداخلية. كمان في تصريح المؤسسات المستثنات من الضريبة يلي بيتقدم لوزارة المالية، بتوجب على هيدي المؤسسات أكيد تصرح لوزارة المالية ضمن نموذج جيم بكل شهر كانون الثاني في حال كانت تتبع الأسس النقدية، وشهر أدار إذا كانت تتبع الأكرول بيسز أو محاسبة الاستحقاق. هيدي الجمعيات معفية من ضريبة الأرباح وأكيد من ضريبة التوزيع الباب الثالث، ولكن تخضع لضريبة الرواتب والأجور عن موظفين يلي بيشتغلوا فيها، وأيضا كمان تخضع لضريبة غير المقيمين. هني هول ضرائب مقتطعة عند المنبع. بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، قبل إصدار قانون موازنة 2020 كانت هيدي الجمعيات تسترد بحسب المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. أما اليوم صنف قانون موازنة 2020 الجمعيات يلي بحق لها تستفيد من استرداد كامل للضريبة بموجب مادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. اجت المادة 19 من قانون رقم 6 الصادر ب 5/3/2020 لتقول انه اي جمعية بدها تقدم استرداد على اساس المادة 59 بدها تكون مصنفة جمعية ذات منفعة عامة. شو يعني جمعية ذات منفعة عامة؟ يعني جمعية مش بس تتوخر الربح، مش بس جمعية مسجلة وعندها علم وخبر من وزارة الداخلية، إنما مقدمة على مجلس وزراء ضمن شروط معينة لتاخد مرسوم خاص باسمها بيصنفها كمؤسسة ذات منفعة عامة، وبالتالي بتصير تنعفى من ضريبة على القيمة المضافة وبحق لها تسترد بشكل كامل.